مرحبا. بفترة الحجر المنزلي أولادنا عم بيقضوا وقت طويل معنا بالبيت، كرمال هيك لازم نستفيد من الأعمال المنزلية لحتى نحقق كتير أهداف علاجية خاصة باللغة. فينا نفوت ابننا معنا على المطبخ ونحضر وجبة، مثلا منصير منسمي الغراض يلي عم نستعملون، منسمي الأكل، وحتى منستعمل كتير أفعال، عم بعصر، عم قص، عم بقشر، عم بخلط. وهيك كمان بعد ما نخلص الوجبة منحسن تسلسل الأفكار والأحداث بعد ما نرجع نخبر كيف حضرنا هيدي الوجبة لبابا أو لأخواتنا.